بداية مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نورتوا مركز السي ام سيرتيفايد مانجر لشهادة من شهادات التجارة عريقة جدا والقديمة. هي شهادة أمريكية طبعا دراستها باللغة الإنجليزية والامتحان بتاعها كمان باللغة الإنجليزية. هي شهادة طبعا يعني لو جينا نتكلم على تعريف عام فاحنا نقول يعني الإدارة هي يعني احد عناصر نجاح اي عمل، سواء كان على المستوى الشخصي او على المستوى المهني والعمل. وبالتالي انه احيانا كتير جدا تجد اسباب نجاح الشركات تشير دائما الى اداره الشركه والمهارات الاداريه التي تمثل عليها الافراد في اداء العمل، بالعكس حتى على مستوى الدول. فالادارات اداره الدول نفسها تتوقف على إجادة العاملين في هذه الإدارات بالمهارات والقيام بهذه المهارات بشكل جيد على أساس إدارة الموارد المتاحة للشركة. الإدارة بشكل مختصر عبارة عن تنفيذ الأعمال من خلال الآخرين، إزاي تشتغل وتشغل الناس، مش أنت اللي هتشتغل، مش بديك عشان تشغل، أنت بديك عشان تشغل الناس عشان تحقق الأهداف من خلال مجموعة الناس الموجودة، من خلال استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام، كفاءة وفاعلية وبشكل اقتصادي. الموارد المتاحه قدامنا، الموارد اللي عندنا هي عناصر اللي بنستخدمها زي البشر، العنصر الاساسي في الموضوع، الموارد الماديه التكنولوجيه، كل دي موارد متاحه في الشركه احنا جبناها كلها عشان نحقق بيها هذا. الاداره بتقوم بهذا الاستخدام وهذه العمليه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا يا هلا يا سلام طيب يبقى احنا بنتكلم على السيرتيفايد مانجر لزماله المدير المعتمد الامريكيه سي ام، شهاده معروفه جدا وشغاله بشكل جيد وعليها اقبال بشكل كبير. مساله ان احنا نطور مهاراتنا الاداريه دي جزئيه مهمه جدا للاسف الشديد بيغفل عنها الجميع، ويعتقد ان ادارته او اجادته للفنون المهنيه الفنيه تكفي، ولكن هذا ابدا لا يستطيع ان ينجح بالمهارات الفنيه فقط، فلابد للمهارات الفنيه من مهارات اداريه يستطيع بها ان يستفيد منها، لان القضيه كلها قضيه كيف او باقل جهد تحقق افضل نتائج. في ناس تتعب جدا تشتغل كتير جدا يقعد ساعات، يعني انت لما تقيس واحد بيشتغل في اداره من الادارات او حتى هنقول في اي عمل شاق من الاعمال تلاقيه ماسك يقعد 12 ساعه قاعد يشتغل، لكن تعالى وريني الريتيرن بتاعه العائد اللي عمله خلاص. واحد تاني بقى بيعرف يعمل اداره عمل، ده بيدير عمله، فيبقى اقل ساعات العمل، يعني هو ما بيشتغلش 12 ساعه ومع ذلك تلاقيه افضل حالا لانه ايه؟ يجيد هذه المهارات بشكل. فاحنا محتاجين نتعلم الاداره، نفهم الاداره بشكل مهني وليس بشكل ايه؟ وليس بشكل نظري، يعني مش نظريات. فانا ابدا ادرس ثلاث اجزاء، الزماله كلها بتتكون من الثلاث الاجزاء اللي بنحضرها، وبنتكلم عن المانجمنت فاندمنتالز، اساسيات الاداره. واساسيات الاداره بتشمل بقى الرولز والسكيلز والفانكشن، سواء كانت الادوار والمهارات والوظائف اللي هتكون فيها. هنعرف ونفرق تماما ما بين المدير والقائد. يعني انت في الشغل تقدر تقول الرئيس بتاعي ده مدير فقط او ده قائد، الفرق بينهم فرق شاسع. لما يجي نتكلم نبقى فاهمين نعرف ايه الادوار اللي بتكون. هنتكلم عن المانجنج جلوبال ابناء الاسكس والسوشيال ريسبونسبيلتي، لما نتكلم عن الاخلاقيات ونتكلم على المسؤوليه الاجتماعيه لدورك كمدير. هنتكلم عن مانجنج جلوبالي، اداره بشكل عالمي، مانجنج سستينابيلتي اللي يسموها اداره الاستدامه بشكل يبقى مستدين، والكوميونيكيشن اتصال ديسيجن ميكنج اتخاذ القرار، انفورميشن تكنولوجي المعلومات، بيست مانجمنت. كل دي ادوار مهمه جدا في العمل لابد ان احنا ننظر اليها بشكل واضح. في كمان نقطه في جزء هي انه كل يونت من كل جزء من الاجزاء اللي قدام حضراتكم دي كل جزء من هذه الادوار مهم جدا يبقى عارف ان انا كمان عندي ايه، بدرس الكونكس اقتصاد. تخيل انت السكيلز اللي انت اتعلمتها في الاساسيات عامله ازاي؟ اتخاذ القرار، تكنولوجيا معلومات، اداره القطر، الاقتصاد، الاتصالات،
الاستدامه ادارتها المسؤوليه الفرق بين المدير والقائد والسكيلز والروبس. طيب الدراسه مش يعني ايه مش يعني مش هنقول ايه متعمقه قوي بحيث ان انا اجيب لك بوكس كده تقعد تدرس فيه، يعني كتاب لذيذ كده وحلو وتقدر تدرسه بشكل سهل. الاسئله بتاعتها دايما بتبقى اسئله موجوده في كويشنز موجوده معانا هندرسها مع نهايه كل شابتر فيه برضه اسئله هتدرسها، هتلاقي الموضوع مدور معلومه، يعني بيسالك معلومه ما عندكش بقى حالات كيزس فتبقى تقعد تحل، وعندك الاسئله 100 سؤال لكل جزء من الاجزاء دي في ساعتين، 100 سؤال 100 سؤال 100 سؤال خلاص ساعتين ساعتين ساعتين. يعني انا دخلت التست ده كل واحد خلصته في ساعه تقريبا او اقل من ساعه بعض التست الثلاث الحاجات الموجوده، فبالتالي انت بتشتغل على المعلومه المهمه دي، لكن الشهاده ليها الثقل بتاعها وليها دور مهم جدا. بعد ما خلص الجزء الاول في الاساسيات هنتكلم عن البلاننج والاورجنايزنج اللي هي الوظيفتين. انت عندك دايما الاداره عندها فانكشن، هتعرف مدار الاداره اربعه، التخطيط والتنظيم والقياده والايه والرقابه. ايه ده وظيفه الاداره؟ لا ادرسها هنا تاخدها تفصيليا شويه برضه 10 شابترز 10 شابترز 10 شابترز لكل بوك من ثلاث كتب اللي انت هتدرسهم. عندنا ثلاث حاجات معانا في الماتيريالز، في مختصر للماتيريالز وفي كمان باور بوينتس للماتيريالز، يعني هم اللي عاملينها نفسه الجمعيه بتاعت المدير المعتمد هي اللي عامله الماتيريالز دي، فعاملاها في شكل بي دي اف مصغر، لان في كتب لو عايز تشتري كتاب هتشتريه مباشره منهم لانه مش موجود عندنا الكتاب نفسه لو عايز، او ناخد احنا البي دي اف المختصر ده ونشتغل عليه، وده اللي هنشتغل عليه بالفعل عشان مش عايزين ايه يعني نقعد ندرس في بوكس كده ناخد وقتنا. وفي باور بوينت يساعدك برضه في نفس الاطار، باور بوينت كده هتلاقيه يعني كل شابتر من دول حوالي 6 سلايدز 6 او 7 ماكسيموم في القصه دي، كل شابتر من دول برضه الماكسيموم فيه 12 بيجز حوالي 12 صفحه للشابتر الواحد، يعني الكتاب كله هتلاقيه كده حاجه صغيره ما هيش حاجه ضخمه يعني، خدت بالك؟ كل كتاب ممكن ندرسه احنا في حوالي خمس محاضرات ست محاضرات ماكسيموم برضه هنكون خلصناه. هنعمل شغل طبعا الشغل يبقى العربي والانجليزي الاثنين مع بعض عشان نقدر نفهم المتن. في تريننج هنتدرب على تدريبات خدت بالك؟ فالنجاح السكور بتاعه 60% في اعلى، عشان تنجح لازم تجيب 60% في اعلى في السكور، والنتيجه بتبان مباشره هتمتحن معانا هنا عندنا في السنتر في المركز خلاص، والنتيجه بتبان مع نهايه الايه؟ اخر التايم او انت تطلب نهايه الاكزام. يعني خلاص خلاص عايز اخلصه وامشي، فبتدي نهايه الاكزام فبيدي لك الايه؟ الريبورت بتاعك. الريبورت بس فقط حاجتين يا اما باص يا اما فيل خلاص؟ باص يبقى انت بعد شهر من الباص دي هيجي لك ريبورت تفصيلي بقى انت عملت ايه ومستواك ايه في الجزء ده خلاص، لما في اللحظه بيجي لك بس نتيجه انت باص كل شهر هم بيقفلوا الشهر اللي فات، يعني النتيجه بتاعت الناس اللي بتمتحن من 15/6 مثلا لغايه 18/7 دول نتيجتهم هو عارف خلاص انه نجح، لكن السيرتيفيكيت والخطاب اللي هيجي لك تفصيليا على النتيجه هيجي لك يوم 16/7 خلاص وهكذا. طيب يبقى دي الجزء الثاني. شوف هنا في الجزء الاورجنايزنج ستراكشر والكالتشر في الولايتك استراتيجي اوبريشن مانجمنت بروجكت مانجمنت هاي برفورمانس، بعض الموضوعات هتلاقيها شيقه جدا ممتازه في الدراسه مش هتلاقي فيها اي صعوبه، وحاجات كده هتلاقي انت محتاج تقعد تدرسها اكتر انك هتستمتع بدراسه الايه الماده بشكل فعلي. طبعا الكورس ده كله موجود مع جامعه من الجامعات اللي هي كوليدج اوف بزنس، كليه الايه اداره الاعمال، كليه الاعمال دي موجوده في جامعه اسمها ايه؟ جيمس ماديسون. ايوه بالظبط جيمس ماديسون يونيفرستي في ويسترن امريكا، فبالتالي الكورس برضه مهم جدا انك تعرف فيه الحته دي. ليدنج وكنترولنج برضه ليدنج افكتفلي بيتكلم على القياده والموتيفيشن والتحفيز بعض الموضوعات المهمه جدا، والفاينانشال شوف الجزء المالي موجود عندك فاينانشال مانجمنت، الجزء الاخر موجود عندك فيما يتعلق بالتحليل المالي برضه موجود في المحاسبه، جزء من مهارات المدير هو بيشتغل يبقى فاهم فاينانس وفاهم اكونتنج بشكل كبير. خلاص؟ فدي الجزئيه بتاعت الثلاث حاجات اللي احنا بنتكلم عليهم، مساله ان احنا هندرس كل واحد فيهم برضه لا يتجاوز دراسته الماكسيموم كام اسبوعين تكون مخلص دراسه وبعدين تبدا تدخل
المحاولات. في تريننج طبعا الاكزام تدفع $495 دايركتلي مع الاي سي بي ام خلاص المعهد نفسه الاي سي بي ام، فتدفع $495 لكن امتحانات الثلاث مواد، هتمتحن الثلاث مواد $495 نفس وقت كل امتحان ولا ممكن كل شهر اعمل امتحان؟ ممكن تعمل امتحان ما عندكش مشكله، تعمله بقى مع بعض تعمله هو ما فيش عكس عكس الغلط. بس طبعا يعني الحاجات دي دايما النظري ما تطولش في انك تقعد يعني تحاول تاخد كورس وتخلص بشكل سريع. لو خدناها ماكسيمم لو احنا بنفكر بشكل لونج شويه ممكن تبقى 6 شهور تخلص الكورس بالثلاث مواد خلاص 3 شهرين شهرين قلنا الثلاثه. وفي تيست على الصفحه اونلاين بعد ما تدفع رسوم هيفتح لك هو اي ليرنينج، تخش تعمل تيست ستادي سيشن جلسه دراسه تروح تحل خلاص وهكذا وغيرهم تدرب عليها بتاعنا. مجرد ما تبقى جاهز تروح باعت لهم ايميل تقول لهم انا ريدي للاكزام، يروح باعت لي انا تقول له انا عايزك انا همتحن في الحكمه اللي انت دي، فيروح باعت لي على الايميل بتاعنا الباسورد بتاع الاكزام بتاعك. حضرتك تيجي هنا نفتح مع بعض وانا ادخل الباسورد اللي عندك عشان تفتح الاكزام وتبدا تحل الامتحان بتاعك، يعني بدون وجودي انا مش هتعرف تعمل القصه دي كلها. يبقى الاكزام هيبقى عندنا، فيبقى الموضوع برضه متاح عندنا، يبقى الموضوع بشكل معروف جدا في الشارع انتوا خلاص. فالموضوع مع حضراتكم بعد كده لو يعني فكروا في الموضوع ده، انا شايف الموضوع واخد شكل جيد في مساله دراسه الاداره بشكل عملي، اضافه مهمه جدا ليك في شغلك انك تبقى سيرتيفايد مانجر، خدت بالك هتبقى يعني متفوق على زمايلك وعندك مهاره غير المهارات اللي موجوده عندهم. برضه دي بتفتح الافق بالنسبه ليك بشكل افضل لما بعدها. دايما نقول انه الشهادات عامله زي المسبحه كده، لما بتقع واحده بتجيب لك اللي باقي، فبتبقى نوع من التشجيع ان انا اعرف ادير ازاي وضعي المهني بشكل جيد في المستقبل واحط خطوات لما بعدها بعد ذلك. فبترفع مراحلك المعنويه بشكل كبير، انك روح معنويه عاليه. المهاره دي هتلاقيها متفوق بيها على الاخرين، ليه بقى؟ لانه مش كله عنده المهاره دي، انت ممكن تلاقي حد متفوق مهنيا لكن بس مهارات اداره العمل هي دي المهاره الاقوى في عملك، بيبقى لك تقدير خاص في شركتك. ثقافه جديده احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها وهي ثقافه تعليم الاداره عشان نحسن من ادائنا خلاص ونحسن استخدامنا للموارد المتاحه لدينا، ولربما يبقى في وقت من الاوقات هيبقى ليك دور في شركتك مختلف تماما. كونك تعرف كل هذه الاعمال يعني هتبقى اضافه رائعه شخصيا واضافه رائعه مهنيا بالنسبه لي. فكر في الموضوع بجديه وخده يعني خد فيه قرار بانك تقدر تبدا وتشتغل. والموضوع زي ما قلت لك ايزي، ما عندناش يعني فيه صعوبه، سهوله الحصول على الشهاده سهله مش صعبه، مع ان الشهاده يعني سترونج قويه ما هيش شهاده ضعيفه، ولكن احنا بنقول ان هي ايه علينا بشكل يعني يساعد على تطوير المهارات وتحسين الاداء. ده بشكل سريع يبقى احنا اتفقنا على المكونات ثلاث اجزاء، كل جزء فيهم بيتكون من 10 شابترز خلاص. الماتيريالز متاحه معانا ممكن ناخدها، هذه الماتيريال هتبقى متاحه ليك لما تدفع الرسوم، يعني هو هيتيح ليك هذه المصادر لما تدفع 455. لو هتشتري البوكس تدفع بقى رسوم اغلى. رسوم اغلى من دلوقتي 495 دولار شامله من خلال اونلاين، من خلال الكريدت كارد او اللي هي الفيزا والماستر. في الموقع يعني؟ في الموقع ICBM. بالظبط انترناشونال انستيتيود اوف سيرتيفايد مانجر سيرتيفايد بروفيشنال مانجر. بالظبط ICBM. الموقع نفسه بتاع المعهد او الجمعيه مباشرة موجود معاك على الانترنت خلاص. فدي الجزئيات اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا الشباب كلهم ماسكين الشهادات اهو، عايزين نصورك معاهم بعد كده. مهم ناخد قرار ان شاء الله تعالى نشوف نبدا تبقى انتوا يعني احنا عايزين نعمل الثقافه دي ننزلها، يمكن احد اسباب دراستي ليها او الموضوع بالنسبه لي مختلف، لان انا طبعا يعني الموضوع كان عندي اسهل في الدراسه لان
انا اصلا بزنس ادمنستريشن، فبطبيعه الحال دراسي الاداره ده طبيعه دراستي اصلا. فالتايم بتاعي كان اقل بكثير جدا عشان يعني ادخل سيرتيفيكيت، فتقريبا قعدت معايا حوالي 3 اسابيع. كانت 3 اسابيع في رمضان، يعني شهر رمضان كان التارجت بتاعي فيه ان انا اخلصه في السي ام. فاشتغلت عليها في 3 اسابيع، كل واحده خدتها في اسبوع تقريبا. زي ما قلت لك الخلفيه عندي مختلفه، انا الباك جراوند بتاعي بالنسبه لي انا بتاع اداره، يعني شغلي كله بزنس ادمنستريشن بشكل اساسي، وان كان الاحتراف فاينانس واكاونتنج، بس شغلي كله مانجمنت او دراسات موضوع ما بحب انا الاداره. فحولت الانفورميشن بتاعتي الى سيرتيفيكيت، يعني حولت المعلومه اللي عندي الى شهاده، يعني لاكثر او اقل كان الموضوع بهذا الشكل. ولكن في الحقيقه ان انا استمتعت بدراسه الماده والله، يعني انا شخصيا استمتعت ان انا ادرس الماده دي، وما زلت حتى الان كل شويه اجيب كتاب واقعد اقرا حاجات الاقي فيها معلومات مهمه جدا ومفيده، تبقى ليك نظره اخرى بعد ما تخلص عد انك تبقى عندك ستريس اكزام وكده. بس اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، وفكروا في الموضوع خدوا القرار. ابراهيم يتواصل معاك وتشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونبدا ان شاء الله تعالى على بركه الله. اذا كان الموضوع هيحتاج الى نعمل مره ثانيه نعمل سيمينار للشهاده ونعمل عليها دعايه بحيث يبقى عندنا جروب كبير شويه، هنعمل كده ان شاء الله مع الناس. ولكن انتوا اول مجموعه تبدا تفكر في سي ام، يعني تقريبا هي ما عندهاش هنا في المملكه ما حدش شغال عليها بشكل كبير. يعني انا في الفتره اللي انا خلصت فيها السيرتيفيكيت اللي هي الشهر، فوجئت ان هم بيعملوا تهنئه في الجرايد، في بيصدروا هم اصدار عندهم، فبيعملوا تهنئه للحاصلين على سي ام في فتره الشهر اللي انا قلت لك عليه الجاب ما بين 15 ل 15 شهر تاني. فلقيت واحد معايا من المملكه واخد السي ام في نفس التوقيت واحد، يبقى احنا اثنين عند المملكه في الشهر واحد، يعني فتلاقي في قله في الحصول عليها. وهكذا. فانت يعني هتبقى من الناس اللي هتحط في الجروب ده، هيبقى لك يعني اسم وشهره فيه. لا هي اضافه ليك انت في الفايل بتاعك، هي ما فيش حاجه اسمها في الماركت هيقول احنا عايزين حد سي ام. لا هي بتبقى اضافه ليك انت في الماركت في الحته بتاعتك اللي انت شغال فيها، لما تبقى اضافه في الفايل اضافه ليا في الشركه ان الناس عارفه ان الراجل ده سي ام، هتلاقي دايما ليك ميزه عن غيرك. لما اقدم الاوراق بتاعتي في مكان، يعني في شغل مثلا، وانا بقدم الفايل بتاعي في سي ام او السي في بتاعتي فيها سي ام، غير اللي وزاود سي ام، ده حاجه وده حاجه. خدت بالك؟ انما از ريكوست، لان دي احنا قلنا دي مهارات، يعني مهارات عامه للشغل اللي انت هتقوم بيه. انت عشان تبقى مدير مالي ناجح لابد انك تدير من خلال مهارات الاداره، فن الاداره ده. لان الاداره دايما احنا نقول اداره فن وعلم في الاثنين في بعض. فانت عشان تدير بشكل صح كمدير مالي تبقى فاهم شغلك، تبقى معاك سيرتيفايد، انك لما جيت اشتغلت وفهمت الامور الماليه فهمتها بشكل مهني احترافي مهني فقط. ان انا ادير ازاي بشكل مالي، ادير دي كلمه مشكله عندنا كبيره جدا. يعني انا اقول للمحاسب انه عندنا حاجه اسمها حسابات العملاء، رائع جدا. اسمها ايه؟ اكونت ريسيفبل. كلنا عارفين اسمها اكونت ريسيفبل. خلاص كده؟ طيب انا عايزك بقى تعمل اكونت ريسيفبل مانجمنت. الدنيا تقف ستوب. دي اسمها اداره حسابات العملاء. مجرد ما قلت اداره حسابات العملاء القصه خرجت من اطار شغل المحاسب البحث اللي قاعد يفكر في الفاتوره وتسجيلها وعمل القيد. الموضوع بقى اكبر من هذه الاطار. عنده مهارات لازم يشتغل من خلالها، ازاي هيدير حسابات العملاء؟ من خلال برنامج، هيبقى عنده خطط خلاص، وهينظم العمل من خلال الاستراكشرنج، من خلال تنظيم وظائف الاعمال داخل القسم بتاعه، من خلال اداره الناس، قياده الفريق اللي مشغل المحافظين وهو الاخر، وكمان من خلال رقابه العمل، ازاي اراقب الموضوع ده؟ كنترولنج، في مهارات هتضاف الموضوع. فكل ما نقول حاجه بشكل مجرد دي حاجه، لكن لما نحط جنبها مانجمنت القصه اختلفت خلاص. طبعا احنا يعني السمك لما طبر هندي، الدنيا كلها داخله ببعض، محدش بيتكلم كده. يعني ما عندناش الاحترافيه دي. فدي الفكره في الشهاده كلها، انك بتاخد مهارات ليك انت، يعني مهارات ليك انت هتطبقها من خلال السيرتيفيكيت. ده باختصار يعني الموضوع عشان برضه يبقى الدنيا معاك واضحه. ممكن ناخد منها صوره؟ اه طبعا، كنت بعتها لك ابراهيم، بعتها لك على او صورها لو انت عايز تصور الموبايل. برضه مهمه، او تخش كمان على الموقع بتاع الاي سي بي ام هتلاقي الدنيا كلها موجوده، او نفس الاعلان والمواد وكل حاجه موجوده في الاي سي بي ام.
تمام. لو انت هتسجل وتدفع الان هيجي ينزل لك على الموقع يقول لك البي دي اف تحمله. لو مش هتدفع الان وتدفع لما تبقى جاهز للامتحان فالبي دي اف عندي انا تقدر تاخده من عندي وتطبعه او تطبعه لك وتاخده مطبوع. هي كم الفتره يعني معلش الفتره متى نسجل متى يكون الامتحان؟ لما تبقى ريدي جاهز انت يعني انت تقول لي خلاص احنا خلصنا بارت 1 خلصنا الجزء الاول خلصنا الجزء الاول خلاص؟ هنخلصه في قد ايه؟ احنا قلنا 5 محاضرات 6 محاضرات بكثير قوي. الاول خلاص كده خلصنا خلصنا التدريبات رجعنا جاهزين للاكزام. هنا خلاص جاهزين للاكزام هتروح تدفع اقول لك طب ادفع بقى عشان يبدا يحددوا لك ايه؟ يفتحوا لك الاي ليرنينج عشان اعمل لك الامتحان. هتروح دافع بعد ما تدفع تروح باعت هنكتب الايميل مع بعض ان انا ريدي الاكزام عايز باسورد. هتبعته لفين الباسورد؟ هبعته لمركز الحكمه للتدريب دكتور جميل ادي ايميله. هنروح باعتين الباسورد انا خلاص هنحدد الموعد جاهز امتحان اه تعالى هنقعد هنا تجيب جهازك وتقعد معايا نروح داخلين حاطين الباسورد يبدا الاكزام ساعتين حضرتك بتخلص والنتيجه بتطلع لك بشكل مباشر خلاص شكرا وهكذا. الاوقات يعني؟ الاوقات معنا دي مرتبطه بابراهيم، ابراهيم هو اللي حدد الجانب الاداري ده كله مع الاستاذ ابراهيم، فده حددها معاه واحنا نبدا ان شاء الله تعالى ما عندناش مشكله. كم ساعه هتكون المحاضره؟ ساعتين؟ ساعتين برضه ساعتين. في الاسبوع محاضره واحده؟ لا عايزين نزود شويه يبقى 2 في الاسبوع، عشان ده ما يبقاش الموضوع ما يطولش. واحده يبقى عندنا يعني في بعض الشابترز هنا يعني صفحتين ثلاثه. يعني في بعض الشابترز دول ما تبصش للعدد ال10 ده. في بعض الشاطر فيهم لا يتجاوز 3 صفحات. يعني هيبقى دراسته ايه؟ سهله جدا ما عندكش فيها مشكله. يعني مش كله لونج كله شو حاجات كده سريعه. والباور بوينت بيلخص لك حاجات مهمه جدا ويديك معلومات اهم. فانت محتاج بس تاخد الفكره بشكل ده. يعني يمكن اعتقد موجود معايا ال ده الاول دي الموديولز كلها بالكامل تمام. ده شابتر 1 مثلا بي دي اف ده شابتر 1 بي دي اف خلاص هم دول بي دي اف. طبعا دول هم اصلا باوربوينت بس عاملهم في ملف بي دي اف. في كمان اللي هو الماتيريال اللي تحته دي الاسئله دي الاسئله بتاعت الشابتر اهي شابتر 1 مانجمنت توداي الاداره اليوم ونبدا نحل هذه القصه كلها. ده شكل الاسئله بالضبط زي الاكزام يعني انت بتقرا المعلومه معلومه ادي برضه موجوده معاك. الماتيريال دي نفسها اللي هي هنلاقيها بشكل اكبر شويه طبعا بي دي اف بي تي الاونلاين الاوتلاين ده اللي هو المختصر بتاعنا ادي الاوتلاين شابتر من شابتر وبيتكلم اسكس اند سوشيال ريسبونسبيلتي دي كلها كم صفحه؟ يعني عدد ضخم في البوك. يعني انا مبادئ الاداره عندي ككتاب المرجع بتاعي انا كده بس الواحد اللي هو كل القصه دي بس كده يعني تقعد تقرا فيه فيلم خلاص. فهنا لا الموضوع دي 5 صفحات فقط لكن تدرسهم شكرا يبقى انت فهمت المعلومه تخش على الاكزام بشكل سهل. ايه؟ ما احتاج واحد يعني لا خالص ما احتاجش اي حاجه. هم دول اس ان اف الماده دي بتنفي جدا العمل. هو ده هي دلوقتي احدث حاجه يعني هو بيحدث المنهج بتاعه بشكل زي اعتقد هم كانوا مش عارف 40 نازل لنا هنا ولا لا دي يا ما هي دي السيرتيفيكيت بتاعتي ده هو عاملها ازاي دي السيرتيفيكيت بتاعتهم ان الجامعه المعتمده معاك الجامعه
الجمعية ولك رقم يعني شغالين بشكل يعني. اوكي فاحنا محتاجين ان شاء الله تعالى نبقى نعمل المشاهدات دي ان شاء الله قريب. جاهزين؟ شكرا جزيلا. خلاص؟ شكرا كثير.